لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في المدى، عوائق سياسية تحول دون إصلاحات اقتصادية بعد تعافي أسعار النفط. في صحيفة الزمان، البرلمان يتسلم أوراق ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان. في العربي الجديد، إقصاء زيباري لا ينهي أزمة رئاسة العراق. في القدس العربي، مسؤول مخابراتي: التهديد الروسي بغزو أوكرانيا سيظل مرتفعا في فبراير. في عربي 21، أردوغان: ننتظر تقدما في علاقة تركيا بالسعودية. في الاندبندد، ديمقراطية تونس مهددة والمجتمع الدولي يتلكأ. في الفاينانشال تايمز، الحرب السيبرانية تهدد أنظمة التكنولوجية في جميع أنحاء العالم. السلام عليكم. في مقاربة بين احتلال العراق للكويت، يقول الكاتب أحمد الصبري في مقاربة تعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع أزمات وحروب العالم وحكم القوي على الضعيف، وما خلفته هذه السياسة من ضحايا وتدمير واحتلال وعلاقته بمستقبل الأوطان، فإن التعاطي مع غزو العراق للكويت عام 1990 واحتلال العراق عام 2003 يمثلان قمة ازدواجية المعايير بالتعاطي مع احتلالين تسببا في مقتل وإصابة وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية فيهما. فغزو العراق للكويت ترتب على الأول دفع تعويض أكثر من 52 مليار دولار، والاعتراف بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحالة بين العراق والكويت، فيما لم تدفع أمريكا للعراق أي تعويض لاحتلالها العراق رغم أنه غير شرعي وخارج إرادة المجتمع الدولي. وهذه المقاربة وازدواجية المعايير سلط الضوء عليها موقع أمريكي كومون دريم في تقرير أكد فيه أنه في الوقت الذي دفع فيه العراق مليارات الدولارات كتعويضات لغزو الكويت عام 90 و900 وألف، فإن الولايات المتحدة لم تدفع بنسا واحدا كتعويض عن كل الدمار الذي تسببت به في العراق. وذكر التقرير في الوقت الذي تسبب فيه الغزو الأمريكي للعراق بنزوح 4 ملايين شخص وهجرة ما يقرب من 1.5 مليون عراقي خارج البلاد وموت مئات الآلاف من المدنيين ما عدا الأيتام والأرامل التي خلفتها الحروب الأمريكية في البلاد، فإن العنوان الرئيس الذي لا يرى أبدا هو أن الولايات المتحدة دفعت تعويضات عن غزوها غير القانوني للعراق في عام 2003، وأضاف أن ذلك يعكس خللا جسيما في منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تكمن المشكلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث يطبقان العدالة فقط على البلدان الصغيرة والضعيفة في العالم، بينما يفلت الأغنياء والأقوياء من العقاب. غزو إدارة بوش للعراق عام 2003 قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مثلما فعل غزو العراق للكويت، فقد كانت حربا عدوانية بدون أدنى شرعية في القانون الدولي. وعلى الرغم من رفض مجلس الأمن إعطاء الإذن بالحرب على العراق، ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش كل القوانين الدولية عرض الحائط ودخل الحرب دون أي مبرر قانوني. لا تكاد مكونات العراق المختلفة تتجاوز أزمة أو تتوصل إلى تسوية بصدد استحقاقات دستورية أساسية وملحة، حتى تتعثر مجددا وتمضي بالبلد خطوات حثيثة على طريق الفراغ الدستوري وتعطيل المؤسسات والغرق أكثر فأكثر في وضعية تصريف الأعمال. الأسباب الأهم وراء حال الاستعصاء هذه هي الفشل الذي منيت به القوى والأحزاب والميليشيات الموالية لطهران، وبعضها لقي هزيمة نكراء في الواقع مقابل نجاح الكتلة الصدرية في الفوز بالعدد الأكبر من المقاعد وبمعدل متقدم من أدائها في الدورات السابقة. وبذلك فإن مظاهر الانقسام داخل البيت الشيعي تبدت أولا في الاعتراض على نتائج الانتخابات
إلى درجة رفضها كليا لدى بعض الفصائل، الأمر الذي اقتضى إعادة العد في بعض الدوائر، توجب أن يحسم أخيرا أمام المحكمة الاتحادية التي ردت الطعون وثبتت النتائج. مظهر آخر ما يزال معلقا حتى الساعة هو البت في تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إذا كانت هذه الصفقة ستذهب إلى نواب مقتدى الصدر أم إلى نواب الإطار التنسيقي الذي يضم الحشد الشعبي والقوى السائرة في ركب طهران، حيث إن البت في ذلك يعني تلقائيا منح الكتلة المختارة الحق في تسمية رئيس الحكومة المقبل، بل وتحديد تركيبتها التحالفية أيضا. مدهش في مظهر ثالث أن المكون الكردي يعاني بدوره من خلافات وتباينات تسببت حتى الآن في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يسير العرف منذ الدورة البرلمانية الأولى سنة 2005 أن يكون الرئيس حصة هذا المكون مقابل رئاسة الحكومة للمكون الشيعي ورئاسة مجلس النواب للمكون السني. وإذا كانت سوابق عديدة من الخلاف أو حتى المواجهات العسكرية قد طبعت تاريخ العلاقات بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن رئاسة العراق آلت إلى الحزب الأخير حتى الآن، فتقلدها جلال الطلباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح. الجديد هو دخول الديمقراطي الكردستاني على الخط. وتقول الصحيفة إلى جانب عواقب التبعية للخارج ووضع مصالح العراق وشعبه في مراتب أدنى من تلك التي تخدم أجندات خارجية وأقليمية، فإن انساق التأزم المتعاقبة التي يشهدها البلد تعود في كثير من جذورها إلى إرث الاجتياح العسكري الأمريكي وما كرسه الاحتلال من تشوهات عضوية ومآزق مستعصية. في صحيفة المدى تحدث الكاتب علي حسين حول النظام السياسي وقال: كانت كل الأبواب مفتوحة أمام العراقيين ليعيشوا في أمان واستقرار بعد عقود من الحروب والاستبداد. واعتقد البعض أن سقوط التمثال في ساحة الفردوس كان إذانا ببداية عهد جديد في العراق، لكن أحزاب الطوائف وجدت نفسها أمام مهمة جديدة وهي إقامة تماثيل جديدة لساس اعتبروا التغيير ماركة خاصة سجلت بأسمائهم. كان لابد من أن يضعوا القوانين التي تحمي مصالح أحزابهم وأن يشرعوا دستورا يفرق العراقيين لا يجمعهم. تخيل جنابك دستور يكتبه عباس البياتي ويعاونه على المهمة صالح المطلق مع رهط من فقهاء المحاصصة ونهازي الفرص. الآن وبعد 19 عاما من الفشل اكتشف ساستنا الأفاضل أن الدستور ملغوم وبحاجة إلى تعديلات، وأننا يجب أن نعيش سنواتنا القادمة مع دستور جديد ومعدل تكتبه لنا عاليا صيف بمعاونة هيثم السمرائي. شخصيا لم يفاجئني موقف الساسة حول الدستور، فلطالما استخدموا هذا الدستور للدفاع عن مصالح أحزابهم واعتبروه تجسيدا لمبدأ المنفعة وتقاسم الغنائم، وظل المواطن الذي خرج ليقول نعم للدستور ينتظر لفتة أو بادرة أو إيماء من دستور المحاصصة لكي يعبر إلى الضفة الأخرى، ضفة المستقبل. ويمكنك عزيزي القارئ أن تراجع تصريحات لجنة الدستور الموقرة عام 2005 وستجد أنهم جميعا رسموا لنا الحياة بلون بمبي، فيما أخبرنا إبراهيم الجعفري أن المارد خرج من القمقم. في أحدث تعليقاته على الوضع سمعنا السيد نوري المالكي يصدر بيانا يخبرنا فيه أن فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد. الناس تعرف جيدا أن ساستنا الأفاضل أبدلوا ملفات مهمة مثل الخدمات والتنمية والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف واحد هو الصراع على السلطة ومنافعها، ففي كل يوم يصحو العراقيون على سؤال جديد: هل الحديث اليومي عن الدستور يمكن أن يعوضهم سنوات من التخبط والارتجالية والمحسوبية والانتهازية التي مارسها العديد من السياسيين؟
نقرأ مقالا في صحيفة العربي الجديد للكاتب أياد الدليمي، حيث يقول: لا يمكن أن تمر مناسبة على العراقيين من دون أن يقول التاريخ كلمته الفصل فيها. إنهم شعب مولع بالتاريخ لا حبا به، وإنما بحثا عما يمكن أن يدعم توجهاتهم وقناعاتهم، حيث بات التاريخ العراقي الحديث من لعنات عصر ما بعد 2003 الذي بشرت به الولايات المتحدة الأمريكية لجعل العراق نموذجا ديمقراطيا في منطقة الدكتاتوريات الشرق أوسطية، وإذا به تحول أو يتحول بالتدريج إلى نموذج للفشل والتراجع والانهيار والانحطاط. إن أحزاب السلطة التي توالت على العراق ما بعد العام 2003 لو نجحت في تغيير واقع العراقيين بنسبة 1% بالقياس إلى ما كانوا عليه في حقبة النظام السابق، لكانت عملية التنكر من طيف واسع من العراقيين لذلك النظام قد أخذت مجرا طبيعيا. لكن ما جرى أن أحزاب السلطة ما بعد العام 2003 فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ذلك، بل إنها تقدم يوما بعد آخر للنظام الذي تدعي أنها كانت تعارضه خدمات جليلة لا تعد ولا تحصى، خدمات جعلت العراقيين بكل أطيافهم يتحدون في مدح ذلك النظام الدكتاتوري علانية ومن دون خوف من سلاح ميليشيات أحزاب السلطة بسبب سوء إدارة البلاد وإفقار الناس وضعف الخدمات، ناهيك طبعا عن وحش الطائفية الذي أطلقته أحزاب السلطة بعد العام 2003 ونهش أجساد العراقيين بلا رحمة. يكتب مسعود ظاهر في دراسة له صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت أن منهجية كتابة التاريخ بالتركيز على الفرد البارز بات ينظر إليها بكثير من الشك لأنها كتابة تاريخية ضعيفة، وهو تمام ما يجري في تعامل أحزاب السلطة في العراق مع حقبة ما قبل العام 2003، وهو تعامل مبتور تسعى من خلاله تلك القوى والأحزاب إلى تشويه صورة ذلك العراق بالتركيز على تصرفات الفرد الحاكم، متناسية أنها بذلك إنما تشوه صورة العراق تاريخا وشعبا وحضارة. العراق اليوم بحاجة إلى جهد بحثي وأكاديمي من أجل استعادة العراقيين أولا ثقتهم بأنفسهم وعدم الوقوع في فخ التاريخ وتناقضاته وقراءاته المتعددة بحسب الأهواء والمصالح، قراءة تضع الأمور في نصابها من دون تشويه أو إقصاء حتى لا تستمر عجلة إنكار كل تاريخ سابق، ما يفتح الباب أمام قراءات متطرفة لا تسهم سوى في زيادة الانقسام المجتمعي الذي تلعب على وتره تلك القوى الحاكمة استمرارا لبقائها وديمومة لمشروعها التخريبي. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا لمارتن إنديك الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ومؤلف كتاب أستاذ اللعبة هنري كيسنجر وفن الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أشار فيه إلى أن أثر فك أمريكا علاقاتها مع الشرق الأوسط وما تكشفه أزمة أوكرانيا عن الشرق الأوسط فيما بعد أمريكا. في الشرق الأوسط فقد استفاقت أمريكا على مفاجأة، فحلفاؤها متعاطفون مع أوكرانيا ومجبرون على دعم أمريكا، لكنهم لم يعبروا عن استعداد لاتخاذ مواقف ضد روسيا، وتعكس هذه المواقف القرار الذي اتخذه باراك أوباما وتبنه دونالد ترامب ويطبقه بايدن الآن، وهو وضع الشرق الأوسط في أدنى قائمة السياسة الخارجية الأمريكية. وخفضت الولايات المتحدة توقعات شركائها من رعايتهم، وعليها الآن التكيف مع التداعيات. ولمعرفة كيف تغيرت الأمور فما عليك إلا النظر إلى حليفة واشنطن الأقرب في الشرق الأوسط إسرائيل، ففي منتصف كانون الثاني يناير عقدت الولايات المتحدة جولة من المحادثات مع تل أبيب تركزت بشكل كبير حول طموحات إيران النووية التي تحاول أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون دفعها للعودة إلى الاتفاقية النووية الموقعة في العام 2015 وألغاها ترامب عام 2018. ورغم الجهود التي تقوم بها إدارة بايدن للضغط على موسكو، لم يذكر البيان الختامي عن المحادثات اسم أوكرانيا، بل والتزمت تل أبيب الصمت القاتل منذ بداية الحشود العسكرية الروسية الخريف الماضي. وفي مصر، الحليف الاستراتيجي القديم للولايات المتحدة والتي تنتفع من السخاء الأمريكي
وتشتري السلاح الروسي وبحاجة لموسكو من أجل استقرار الجارة ليبيا، فهي لم تعبر عن اهتمام باتخاذ مواقف ضد بوتين وتحركه في أوكرانيا، وبخاصة في هذا الوقت الذي قررت فيه إدارة بايدن تعليق 130 مليون دولار من المساعدة الأمريكية السنوية لمصر، لأن هذه لا تريد السماح لمواطنيها بممارسة حياتهم بحرية. وتعتبر السعودية حليفا قويا وثابتا للولايات المتحدة في عمليات احتواء الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، واستخدمت قدراتها الضخمة لإنتاج النفط وزيادته كلما طلبت منها واشنطن لتخفيض الأسعار. وفي الأزمة الأوكرانية لم تتعاون السعودية على الأقل في الوقت الحالي، فقد دفع السوق النفطي العالمي المقيد الإنتاج السريع أكبر من المتوقع بسبب الانتعاش من وباء كوفيد-19 وما يمكن أن تخلقه الأزمة الأوكرانية من أثر على الطلب في أسعاره إلى 90 دولارا للبرميل. ولو غزت روسيا أوكرانيا فقد يرتفع سعر البرميل إلى 120 دولارا، وستكون أخبار سيئة لبايدن الذي يحاول الحد من التضخم في الاقتصاد الأمريكي وقبل الانتخابات النصفية نهاية العام الحالي. نشر صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية مقالا حيث قالت إن الحرب السيبرانية تهدد أنظمة التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، وذلك في مقال لضابط الاستخبارات الأمريكي السابق كيث ألكسندر. الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لها جوانب أخرى، فالحرب السيبرانية ضد كييف تهديد للنظام العالمي، وعليه يجب أن يتحد العالم للدفاع عن نفسه. وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، تابع ألكسندر يشاهد حاليا ما يمكن أن تكون أول حرب إلكترونية واسعة يجري إعدادها، مع وجود نحو 130 ألف جندي روسي منتشرين حول حدود أوكرانيا. فإن خطر الغزو مرتفع، ولا يوجد شك في أن مثل هذه الحملة العسكرية الحديثة ستشمل بشكل شبه مؤكد هجوما إلكترونيا واسع النطاق. ويرى الكاتب أنه مثل ما فعلت روسيا خلال الصراع جورجيا عام 2008، فإن اختراق الأنظمة الحكومية وكذلك القطاعات المالية والطاقة يمكن أن يتسبب في حدوث فوضى، وحذر من أن البعض في الغرب قد يعتقد أن هذه ليست مشكلتهم، غير أنه يقول إن هذا الموقف يعكس تجاهلا للتاريخ. وأوضح أن خطر الهجوم السيبراني أعلى، ولكن خطر الضرر أكبر بكثير، وأشار إلى تحذير شركة مايكروسوفت بالفعل من أنها اكتشفت برامج ضارة مدمرة تم وضعها مؤخرا داخل شبكات الكمبيوتر الأوكرانية. وشهد شبكات الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وبنكين يوم الثلاثاء اضطرابا، ووجه مركز أمن المعلومات الأوكراني أصابع الاتهام إلى روسيا. بمحاذاة نهر النيل في محافظة المنيا وسط مصر، تنتصب جبال في قلبها مدينة نحتت في صخورها أسرار دينية قبل 3000 عام، حيث كانت عاصمة تحتضن إيمانا جديدا لقدماء المصريين. تلك الأسرار نحتت عام 1370 قبل الميلاد بقرار من أخناتون الذي بحث بحسب مصادر تاريخية في هذه المدينة عن إيمان توحيدي جديد بعيدا عن طقوس الإله الفرعوني آمون وكهنته المسيطرين. وأطلق علماء المصريات على تل العمارنة لقب مدينة الأسرار الدينية، وبقرار أخناتون الذي حكم بين 1336 قبل الميلاد أصبحت المدينة عاصمة جديدة لهذا الإيمان. وتبقى المدينة المحاطة بجبال من جهاتها الشمالية والشرقية والجنوبية، ونهر النيل بطول جانبها الغربي حاضنة لثورة دينية وفق تصنيف وزارة السياحة والآثار المصرية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.